أهلا بكم مشاهدينا الكرام، من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية. نبدأ بالعناوين. في المدى، قلق سياسي من التلاعب بالانتخابات، 6 ملايين بطاقة تهدد نزاهتها. في صحيفة بوليتيكو الإسبانية، وثائق بشأن غزو العراق تضع مصداقية أمريكا على المحك. اقرأوا في العربي اللندنية، هجوم كركوك المباغت يؤكد أن إخراج داعش من المدن لم يقضي على التنظيم. وفي القدس العربي، لاجئون يتعرضون للتعذيب والاغتصاب والإخفاء بعد عودتهم إلى سوريا. اندبندنت، هل وصلت يد الصين الطويلة في ملاحقة المسلمين الإيغور إلى المغرب؟ نقرأ في العربي الجديد، الشرطة الإسرائيلية تقيم 260 حاجزا بحثا عن الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع. وفي عربي 21، الاحتلال يقصف موقعين للمقاومة جنوب قطاع غزة. نبدأ من علي عباس خفيف الذي كتب بعنوان ماكرون هو الرئيس الأوروبي الوحيد الذي حضر قمة بغداد لدول الجوار. في الحقيقة حضر مدفوعا بامتيازات العقد النفطي بين وزارة النفط وشركة توتال النفطية الفرنسية. قد جاء إذن لكي يقوم بترتيب أو فرض عقد توتال عن طريق عقد الامتياز الحصري على حقل الطاوي النفطي وفقا لسياسة الأخ الأكبر في توزيع الغنيمة على الشركاء، لذلك هم شركاء في العدوان على العراق. العقد الذي ألزم وزارة النفط العراقية بتوقيعه مع توتال الفرنسية يشترط حصول شركة توتال على 29% من الاحتياطي النفطي للحقل، أقول من احتياطي الحقل وليس من إنتاج البئر، أي أن العقد يصنف بوصفه من عقود سياسة الامتياز الحصري الاستعمارية القديمة، وهي السياسة التي سبق أن عرضها سيء الصيت عادل عبد المهدي الذي يعيش في باريس بجنسيته الفرنسية. وتؤكد إحصائية وزارة النفط العراقية أن الاحتياطي النفطي في حقل أرطاوي النفطي يبلغ 3 مليارات برميل من النفط الخام الخفيف عالي الجودة، أي الأغلى في سوق النفط، وبحصول توتال على 29% من هذه الكمية نكون قد دخلنا مرحلة جديدة من الغزو الاستعماري، إذ إمكانية تعميم هذه الطريقة التي اختطها الشهرستاني وتلاعب بها أتباعه من الخونة آخرهم الكاظمي أصبحت يسيرة، وصارت عودة ثروتنا النفطية إلى تحت الهيمنة الاستعمارية التي كانت سائدة فيما قبل قانون رقم 80 ممكنة. يضيف الكاتب، اللجان الفنية المختصة بتوقيع العقد ووزارة النفط رفضت التوقيع على العقد وعدته سرقة وامتهانا وخيانة وطنية، لأنه يلغي بل يصفي عهدة ثورة 14 من تموز وقانون رقم 80 والذي أعاد للعراق السيطرة على ثرواته النفطية. ولكن وزير النفط قال للخبراء إنها أوامر عليا ولا شيء بيدي، وحدد لهم أن الأمر من فوق، إنها أوامر من رئيس الوزراء الكاظمي. تصدر فرنسي إذن في مؤتمر بغداد، تقول الكاتبة ولاء سعيد سامرائي في مقال لها بصحيفة العربي الجديد، قام الإعلام الحكومي بدعاية واسعة بشأن أهمية ما سمي مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد قبل أيام في بغداد بحضور بعض الدول الإقليمية والخليجية وبمشاركة دولة واحدة من دول التحالف بحسب تعبيرها وهي فرنسا، وغياب أي تمثيل للاحتلال الأمريكي حتى لو كان على مستوى السفير في بغداد.
إن قراءة سريعة للبيان الختامي للمؤتمر تنسف بالكامل موضوع التعاون ومعه وموضوع الشراكة، فالبيان ليس فيه ذكر لبرنامج تعاون حقيقي محدد ولا لشراكة ملموسة بين العراق والدول المجتمعة، ولم يوقع أي اتفاق مشترك لتعاون أو شراكة بين العراق والدول المجتمعة. ليس القراءة السريعة وحدها ما يفند عنوان المؤتمر وأهدافه، بل إن العراقيين لن يصدقوا كلمة عن المؤتمر وما قيل عنه، لأنهم اعتادوا قبل كل انتخابات على جملة من اللقاءات والمؤتمرات والوعود لإعادة البناء والشراكة والتعاون، سواء مع الدول العربية وخاصة السعودية ودول الخليج أو مع دول التحالف، ولأنهم طوال 18 عاماً لم يروا على أرض الواقع أي مشاريع محسوسة وثمار أو بناء وتعمير، وشاهدوا كيف أن هذه الدول تنهب خيرات البلاد وتسرق حتى لقمة عيش المواطنين وزرعه، وتسوء أوضاع الشعب العراقي عاماً بعد عام، وانتخابات بعد انتخابات، ومؤتمرات بعد مؤتمرات، وما التظاهرات المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات آخرها ثورة تشرين وإسقاطها حكومة عادل عبد المهدي وتعثر إقامة أكثر من حكومة، حتى تم تعيين مصطفى الكاظمي بحجة الاستجابة لمطالب الثوار في التغيير. يتحدث البيان الختامي عن دولة وحكومة ومؤسسات ودستور تتطور، في حين أن الكاظمي تجاهل كل ما وعد به الشعب العراقي وسار على خطى سلفه في التغاضي عن قتل المتظاهرين واغتيال قادتهم وتهديدهم، بل إنه قام بأكثر من ذلك حينما لبس زي الميليشيات التي هددته ومرغت صوره تحت بساطيلها وأنذرته بأنها لن تبقيه في مكانه إن فكر بالخروج عن أوامر الولي الفقيه الإيراني الحاضر ممثله في المؤتمر، والذي تكلم عن مساعدة بلده للعراق. إذن عن أي حكومة ومؤسسات ودستور يتكلم المجتمعون؟ لقد اعتادت الولايات المتحدة قبل كل انتخابات أن تتولى تسويق الانتخابات بنفسها، سواء بمسؤولين في إدارتها أو بسفيرها في العراق وجولاته المكوكية بين الأحزاب بالتنسيق مع السفير الإيراني، ولكن يبدو أنها قد كلفت هذه المرة فرنسا للقيام بهذه المهمة لتنكس تمثيليات ومناكفات إلقاء الصواريخ على ساحة سفارتها وقرب قواعدها من أتباع إيران من الميليشيات، ولكي تغلق بوجههم الباب من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا تولي هذه المهمة المتعبة لشركتها فرنسا التي ترتبط بعلاقات خاصة مع طهران تمكنها من إدارة هذا الملف كما يجب. ونقرأ من صحيفة القدس العربية مقالا للكاتبة هيفاء زنجنة، جاء فيه: من الصعب عند متابعة ما يحصل في أفغانستان ألا يستعيد المرء الأحداث التي عاشها العراق في الأسابيع أو الأشهر الأولى التي تلت الغزو الأمريكي البريطاني في عام 2003، وهنا تحضر المقارنة بقوة في المدة الأولى فقط وليس في سنوات الاحتلال كلها بين الممارسات الأمريكية بالعراق وتاريخ السياسة الأمريكية بالعالم وممارسات طالبان الآن وسياستها الحكومية السابقة. العالم كله يرصد بدقة ما ستفعله طالبان. أما المقارنة ما بين انعكاسات الغزو والاحتلال الأجنبي على حياة الشعب العراقي في غضون 18 سنة هي المتوفرة للعيان والموثقة محليا ودوليا بضمنها وثائق دول الاحتلال، وبين ما سيحل بالشعب الأفغاني في الأشهر والسنوات المقبلة. في 9 من نيسان أبريل ساد النهب والتخريب في بغداد وغيرها من المدن. تعرضت المتاحف وأهمها متحف بغداد الذي يضم كنوزا أثرية من أولى الحضارات التي عرفها العالم إلى سرقة الآثار. بعد 3 أيام بدأ تخريب المكتبات، ومنها المكتبة الوطنية ومكتبة الأوقاف الإسلامية، وحرق ما فيها من كتب قديمة نادرة ومخطوطات ثمينة من الحقبتين العثمانية والعباسية،
في فعل لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة محو ثقافي متعمد. تم ذلك كله تحت أنظار القوات الأمريكية التي لم تتدخل لحماية المتحف أو أي موقع آخر باستثناء وزارة النفط، خلافاً لمسؤولياتها القانونية كقوة احتلال. يومها قال ريتشارد لانير مستشار بوش للشؤون الثقافية إن الولايات المتحدة تعرف ثمن النفط ولكنها لا تعرف قيمة الآثار التاريخية. برر مسؤولون أمريكيون عدم التدخل بأنهم فوجئوا بمدى ما حصل من أعمال سلب ونهب، فهل أصبح استخدام مفردة المفاجأة مبرراً شرعياً للإفلات من العقاب سواء في العراق أو في أفغانستان؟ من يقرأ تصريحات وزير الخارجية دونالد رامسفيلد سيجد أنه كان مدركاً تمام الإدراك لما يجري، وتبريره أن هذه الأشياء تحدث. لاحظوا أن أياً من هذا لم يحدث في كابول الآن، والتخريب الوحيد كان في المطار الذي يديره الأمريكيون. ولكن هل يحق لطالبان اليوم استخدام تبرير رامسفيلد ذاته إذا ما ساد النهب والتخريب بوجودهم؟ ماذا عن الدولة ومؤسساتها؟ أضاف الكاتب: لم ينفذ الجرائم الوحشية المهينة في العراق أمريكيون مختلون عقلياً أو مجرد تفاحات فاسدة كما تدعي الإدارة الأمريكية، إنما كانت من صلب السياسة الخارجية حين صاغت إدارة بوش أعمال محاربة الإرهاب في العالم، معظمها يخرق طبعاً قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تشمل تقنيات طالما تدينها أمريكا تدينها عندما تمارسها أطراف أخرى. وثائق بشأن غزو العراق تضع مصداقية أمريكا على المحك. نعم، فقد نشرت صحيفة بابليكو الإسبانية تقريراً تحدثت فيه عن تأثير كذبة أسلحة الدمار الشامل العراقية على صدقية الولايات المتحدة عالمياً. وذكرت هذه الصحيفة الإسبانية في التقرير أن مخطط غزو العراق الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وبدعم من رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أثنار ضمن ما يسمى الحرب العالمية على الإرهاب بني على مزاعم بوجود أسلحة دمار شامل لم يعثر عليها البتة أبدا. التقارير الاستخباراتية كانت قد حذرت الرئيس بوش من خطورة خوض حرب العراق، خاصة أن الذريعة الرئيسية للغزو أي امتلاك نظام صدام حسين ترسانة من الأسلحة المدمرة المحظورة عالميا كانت حجة واهية. وقد تمكنت الولايات المتحدة وحلفاؤها من الإطاحة بنظام صدام حسين في أقل من شهرين، لكن أسلحة الدمار الشامل لم تظهر أبداً. وقد نشر مركز النزاهة العامة، وهي مؤسسة صحفية أمريكية مستقلة في أوائل سنة 2008، نشر دراسة أوضح فيها أنه بين سنتي 2001 و2003 أصدرت إدارة بوش 935 تصريحاً كاذباً بشأن التهديد المزعوم الذي يمثله نظام صدام على الولايات المتحدة. مع سقوط بغداد في أيدي القوات الأمريكية وحلفائها في شهر آب أغسطس سنة 2003، قام مكتب الاستخبارات والتحقيق التابع لوزارة الخارجية بعملية رصد ل 132 افتتاحية ومقال رأي في عدد من وسائل الإعلام في 45 دولة بين 31 من شهر تموز يوليو، وقد وثق استخدام عبارة كذب 41 مرة، واستخدام عبارات أخرى مثل تزييف وتلفيق 20 مرة، في إشارة لما روجته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية. وأشار المكتب إلى أن صحفيين آخرين استخدموا عبارات أقل حدة مثل الخداع أو المبالغة. التقارير الاستخباراتية كانت قد حذرت الرئيس بوش حينها من خطورة خوض حرب العراق، خصوصاً أن الذريعة الرئيسة للغزو أي امتلاك نظام صدام حسين ترسانة من الأسلحة المدمرة المحظورة عالمياً كانت حجة واهية.
ونبقى مشاهدينا الكرام مع تقرير صحيفة بابليكو الإسبانية. ففي وثيقة رفعت عنها السرية وتمكنت صحيفة بابليكو من الاطلاع عليها، حذر المكتب من أن الاتهامات بالكذب والتضليل التي رصدت في الصفحات الأولى لصحف دول حليفة كإسرائيل وكندا والعديد من دول حلف الشمال الأطلسي. الصحف الألمانية والفرنسية من مختلف الانتماءات الإيديولوجية اتهمت التحالف بالترويج للحرب عبر الخداع والتشويه واستخدام وثائق ملفقة والكثير من الأكاذيب. وفي فقرة تضمنها التقرير بعنوان مصداقية أمريكا على المحك، أشار مكتب الاستخبارات والتحقيق التابع لوزارة الخارجية إلى أن معظم المراقبين في جميع أنحاء العالم يقولون إن مصداقية الرئيس بوش ورئيس الوزراء بلير رهينة قضية أسلحة الدمار الشامل، وأن أي شيء آخر غير اكتشاف هذه الأسلحة سيقوض مبررات شن الحرب. وفي فقرة أخرى من التقرير يستخدم مسؤولون من إدارة بوش عبارة مفقود للإشارة إلى عدم العثور على الأسلحة المزعومة. ورد ذكر قضية أسلحة الدمار الشامل في تقرير استخباري آخر بتاريخ 30 من أيار مايو 2003، أي بعد نحو شهر من سقوط بغداد. وأشار التقرير إلى أن الصحف ذات الميول اليسارية أشارت بطبيعة الحال إلى عدم وجود أسلحة دمار شامل وإلى الهجمات الإرهابية الأخيرة في المملكة العربية السعودية والمغرب لإثبات صواب موقفها المناوئ للحرب منذ البداية. ويقول جوردي أرمدانز مدير منظمة فوندي باو الكتالونية، وهي منظمة حقوقية مناهضة للعنف، إن الولايات المتحدة وحلفائها استخدموا وثائق وبيانات خاطئة وحقائق مغلوطة وعملاً استخباراتياً مخادعاً لبناء قصة تبرر حرب العراق التي نتجت عنها مآس غير مبررة وعواقب وخيمة. هذا أكد تولات سكاتشول متحدثة باسم منظمة العفو الدولية في إسبانيا أن هذه القصة عن أسلحة الدمار الشامل أدت إلى أحداث لا تزال لها تداعياتها اليوم. وأضافت حتى اليوم بشكل عام كانت أغلب الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضمن ما يسمى الحرب على الإرهاب سبباً في تراجع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. كيسنجر يصرح: لهذه الأسباب أخفقت الولايات المتحدة في أفغانستان. فقد عدد وزير الخارجية الأمريكي السابق المخضرم هنري كيسنجر أسباب هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان على الصعيدين الداخلي والخارجي. في مقاله المنشور في إيكونومست ذكر كيسنجر أن مصدر القلق الحالي والطريقة التي اتخذ فيها قرار المغادرة من دون تحذير سابق أو تشاور مع الحلفاء والمتعاونين، وتصوير التحدي الأساس في أفغانستان بأنه اختيار بين أمرين لا ثالث لهما، إما السيطرة التامة على البلاد وإما الانسحاب التام أو الخروج التام. فشلت جهود الولايات المتحدة في مكافحة التمرد بسبب عدم قدرتها على تحديد أهداف قابلة للتحقيق. لم تكن الأهداف العسكرية واضحة بما يكفي، بينما كانت الأهداف السياسية عبارة عن شعارات فضفاضة وغير واقعية. أدى الفشل في دمج الأهداف العسكرية والسياسية إلى توريط الولايات المتحدة في صراعات دون نهايات محددة وإثارة الكثير من الخلافات على الساحة المحلية. هناك قضية محورية عرقلت جهودنا في مكافحة التمرد منذ الحرب في فيتنام وصولاً إلى العراق، عندما تخاطر الولايات المتحدة بحياة جنودها وتعمل على تعزيز مكانتها العالمية وتشرك معها دولاً أخرى. يجب أن تفعل ذلك على أساس مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والسياسية. على الصعيد الاستراتيجي يجب توضيح الأسباب التي نقاتل من أجلها، وسياسياً ينبغي تحديد الإطار العام للحرب والعمل على التحكم بتبعاتها داخل البلد المعني وعلى مستوى دولي.
بمرور الوقت اتخذت الحرب الأمريكية في أفغانستان سمة الحملات السابقة غير المحدودة زمنيا، فقد تقلص حجم الدعم الأمريكي للحكومة المركزية بشكل تدريجي، ودمرت الولايات المتحدة قواعد حركة طالبان، ولكن بناء الدولة في بلد مزقته الحرب كان يتطلب أعدادا كبيرة من القوات العسكرية، واتضح أنه يمكن احتواء طالبان ولكن لا يمكن القضاء عليها، كما أدت محاولة فرض نموذج حكم غير مألوف إلى إضعاف السلطات المركزية واستفحال الفساد في مفاصل الدولة بأفغانستان. من أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام لليوم الثاني، تتواصل أعمال البحث الصهيوني عن 6 فلسطينيين فروا الاثنين من سجن جلبوع شمالي الكيان الصهيوني. فقد ذكرت هيئة البث الصهيونية الثلاثاء أن الشرطة أقامت أكثر من 660 حاجزا في أنحاء الكيان الغاصب في إطار أعمال البحث عن الأسرى الستة. وكان فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الإحكام قد تسبب بصدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية الصهيونية. قبل الختام مشاهدينا، لنا وقفة قصيرة مع رسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحافية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.